الدولية لعام 2025. وأكد التصنيف الجديد للبنك الدولي صحة الأرقام والإحصائيات المقدمة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني، ويقوم البنك بنشر تحديثه الجديد لتصنيف الاقتصاديات السنوية للدول الأعضاء بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة، كما يعتمد التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة السابقة بناء على تطور الدخل القومي الإجمالي للفرد، مع الأخذ بعين الاعتبار عواملا مثل النمو الاقتصادي والتضخم ونقاط أخرى. للحديث حول هذا الموضوع والتطرق إلى مختلف هذه النقاط نربط الاتصال بالسيد يزيد ملياني رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين. أهلا بك سيد ملياني. أهلا وسهلا سيد ملياني. البنك الدولي يصنف الجزائر ضمن قائمة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وانتقالها من ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى ذات الدخل المتوسط الأعلى، ما انعكاسات هذا التصنيف على حياة الجزائريين والاقتصاد الوطني بصفة عامة؟ نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قد اطلعت اليوم عن المعلومة التي أفادت بأن هناك مؤشرات إيجابية جديدة ينشرها البنك الدولي على الاقتصاد الجزائري لمراجعة بطبيعة الحال تصنيف الجزائر للأعلى لعام 2025، حيث وبموجب هذا التحديث تصبح الجزائر تنتقل من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. وبطبيعة الحال هذا المؤشر يعتمد على التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة الفارطة كما أسلفتم الذكر، بناء على تطور الدخل القومي الإجمالي للفرد. هنا للإجابة على السؤال يمكن أن نقول على أن المؤشرات هذه من جهة تعكس مدى قدرة الدولة أو البلاد على الإلمام بالعمليات الإنتاجية وحوكمة عمليات تسيير المجال الاستثماري والمجال الاستهلاكي والإنفاق العام بصفة عامة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الانعكاس سوف يقع من خلال النظام الكلي على النظام الجزئي وهو الفرد. والحساب هذا سوف نتطرق إليه من خلال الحديث في هذا الخصوص، حيث أن أشير فقط على أن هذا الحساب للمؤشر يعتمد على جمع كل من عمليات الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي زائد الصادرات منقوص منها الواردات. هذا يعني مؤشر عام الذي يمكن تنبؤ به هناك تسيير جيد جدا يسير في خطى متزنة نحو مستقبل أفضل إن شاء الله. طيب سيد ملياني، الأكيد أن الجزائر تحقق ارتفاعا في الدخل الوطني الخام للفرد إلى قرابة 5000 دولار سنويا، ما يقارب ربما 100 مليون سنتيم، يعني كيف يمكن أن نبسط هذا المفهوم بالنسبة للمواطن الجزائري اللي يتساءل يقول لك من أين لي 5000 دولار يعني سنويا؟ نعم، هو يعني طرح منطقي الذي تفضلتم به، وهو أن كما أشرت على أن هذا المؤشر يمكن حسابه بالطريقة التي كنت قد تطرقت إليها، والسؤال فهل هذا يعكس فعلا مستوى رضا المواطن؟ هذا هو يعني السؤال اللي يمكن طرحه. وهنا يمكن القول أن الاقتصاديين الكلاسيكيين كذلك قد توصلوا إلى هذه النتيجة، أن التعاسة هي مرتبطة بعدم المساواة، وهذا ما يبحث الاقتصاديون دائما ما يسمى بالاقتصاديين السلوكيين لمعالجته. وهذه المعادلة في الحقيقة هي صعبة يعني من الناحية الحسابية، ولكن تستوجب فقط الحكامة في التسيير الاقتصادي العام. يعني هذه إجابة يعني منطقية وعاقلة على سؤالكم. نعم. طيب سيد ملياني، من بين أهم العوامل اللي ربما يرجع البنك الدولي وتقرير البنك الدولي لارتفاع تصنيف الجزائر إلى يعني الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، أنه الديوان الوطني
للإحصائيات ليقوم بعملية جمع البيانات والمؤشرات والأرقام اللي تخص الاقتصاد الوطني والنمو الديموغرافي ومختلف هذه النقاط، كان قدم أرقام قريبة إلى الدقة يعني لهذه الهيئات الدولية من أجل أنه تعتمد عليها في دراساتها وفي تقاريرها السنوية. في وقت سابق كانت الأرقام تقدم لهذه الهيئات بطريقة تقريبية وبشهادة رئيس الجمهورية، يعني الاقتصاد الجزائري لا يملك أرقام دقيقة، يمكن بناء بعض المؤشرات وبعض السياسات الاقتصادية انطلاقا من هذه الأرقام، يعني كنا نعاني من ضعف في الأرقام الدقيقة التي تخص الاقتصاد الوطني. هل هذه النقطة تحسب للاقتصاد الوطني أن الديوان الوطني الإحصائيات يقترب نوعا ما من أنه يقدم أرقام صحيحة؟ في الحقيقة والله يعني نحن بحاجة إلى العمل أكثر مما يستوجبه الأمر، يعني لا يجب علينا أن نتفائل ثم نجلس مكاننا لنشاهد ما كنا وما يجب علينا أن نقوم به، يجب أن نفعل ونقدم الأكثر. هي الجزائر يعني منذ سنة 2019 يعني كما يقولوا باللغة الدارجة ربي واحد، كما نتكلموا حنايا بهذا الكلام هذا، هو كاين هناك تعديل للدستور يعني بشكل لائق جدا. كنا نحن نقابة الاتحاد الوطني لأرباب العمل المقاولين شاركنا يعني ضمنيا وبشكل متميز في يعني للتصويت عليه، ثم بعد ذلك جاءت تعديلات كثيرة تصب في المصلحة الوطنية الاقتصادية، مثلا قانون الاستثمار الجديد اللي يحفز فيه تحفيزات ضريبية وشبه ضريبية وفيه امتيازات أخرى يعني لفائدة المستثمرين الذين يلجون السوق الجزائرية الاستثمارية. كاين هناك قانون العقار الاقتصادي، قانون الصفقات العمومية، كاين هناك رئيس الجمهورية أشرف شخصيا على خلق مناطق التبادل الحر يعني وفتح هناك فرص استثمار وتجارة مع دول الجوار وخاصة الإفريقية منها. كاين مثلا الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، على كل حال وهي مطالبة بأنها تقف على ما يجب القيام به حتى تنجح عملية العدالة في 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 المساواة بين طالبي الاستثمار. كذلك لعب دوره في كبح هاجة الواردات الذي ينخر ميزان المدفوعات وتحفيز الصادرات من خلال تشجيع الانتاج. يعني كاين هناك، ولكن حينما نقوم انه نقولوا باللي كاين هناك ارقام حقيقية وتشجع وكذا معليش، ولكن هناك فرق ثاني كذلك بين ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لأن الناتج المحلي هذا يعرفه الاقتصاديين. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو إجمالي القيم النقدية للسلع والخدمات بأسعار سنة الأساس. يعني نقوم بالحساب من سنة الأساس، أي بأسعار سنة أساس ثابتة يتم الاعتماد عليها كمقياس لباقي السنوات، يعني من قبل الخلاص وحنا نحسبه ونشوفه يا هل ترى النمو تاعنا مشى بخطى ثابتة نحو كذا، ما هي المتغيرات الإيجابية، ما هي المتغيرات السلبية إلى آخره. أما كي نجيو نتكلموا عن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي فهو إجمالي القيم النقدية للسلع والخدمات بأسعار السنة الجارية التي نحن فيها، أي بالأسعار السائدة في السوق. لذا يمكن القول أن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي يعكس الزيادة الحاصلة في الأسعار ويأخذ التضخم كما تفضلتم في اعتباره، بينما لا يقوم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أخذ مؤشرات الزيادة الحاصلة بعين الاعتبار في الأسعار والتضخم. طيب سيد مليان، يعني من أجل أن نبسط المفهوم بالنسبة للمواطن الجزائري، يعني هذا الرقم بالنسبة ل 5000 دولار يعني سنويا للفرد هو معدل يعني تعتمد عليها الدول بالاستناد إلى أنه بعض الحسابات والمؤشرات اللي تعتمد على نسبة النمو الديموغرافي، الاستثمار العمومي، قيمة الاستثمارات التي تكون في الدائرة الاقتصادية في الوطن، ومختلف ربما المؤشرات اللي تعتمد على التضخم وغيره، كلها تحسب في مجموعها من أجل أن تعطينا هذا الرقم اللي هو 5000 دولار فرديا، ولا يعني أنه مدخول الفرد الذي ربما يكون في دائرته أو في سلته المالية طوال السنة، ولكن هو رقم تعتمد عليه ربما مؤشرات الدول من أجل أن تحسب يعني مجمل ما يحصله الفرد من معدل دخل سنويا، أليس كذلك؟ نعم، كلام منطقي.
إذا قمنا بعملية يعني على مستوى أعلى، القيام بعملية إخراج المؤشر الذي يلوح في أفق ما يحسب بالناتج المحلي الإجمالي، نقول أن دخل الفرد ما يقارب 5000 يعني 4960 دولار أمريكي من الفترة 1 جوان إلى 30 جوان، وهذا حساب حقيقي. نعم. لماذا حقيقي؟ لماذا حقيقي؟ يعني من 1 جوان لأنه معذرة سيد مليان، من 1 جوان 2023 إلى أول جويلية 2024 للتوضيح، يعني سنة كاملة. من 1 جوان إلى 30 جوان 2024 جويلية. نعم. يعني سنة كاملة. نعم. سنة كاملة. نعم. نعم. درك اذا كان احنا ناخذ عفوا اذا كان احنا ناخذ بهذا الاعتبار نقراو قراءه اقتصاديه، وهي اولا احنا لما قامت الحكومه باعتماد سياسه كبح هاجس الواردات بهاجس الواردات، يعني الواردات التي تنخر الاقتصاد الوطني، ورفعت من الصادرات من خلال التعليمات التي اصدرها السيد رئيس الجمهوريه، وكذلك التقليل من الإنفاق الحكومي، وثالثا فتح مجال الاستثمار والسماح بالمتعاملين الاقتصاديين أنهم يلجوا لاستغلال كل ما هو مواد أولية من خلال ثروات وطنية وإدخاله في العملية الإنتاجية. نعم. وترشيد العملية الاستهلاك. هذه المؤشرات هذه بمجرد أننا نعدل فيها يأتي ارتفاع المؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده يكون. نعم. لماذا؟ لأننا انتقصنا من الواردات، لأنه عملية حسابية. نعم. لو نجمع الاستهلاك زائد الاستثمار زائد الإنفاق الحكومي زائد الصادرات ثم بعد ذلك ناقص الواردات، لهنا يأتينا. لو خلينا الواردات فقط خليناها مرتفعة كما كان في 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 قبل سنة 2019 ينخفض الدخل الوطني للفرد. نعم. بارك الله فيك. نعم. ينخفض، ومن ثم نقول أن دخل الفرد رو ضعيف بالنسبة للناتج. طيب. المحلي الإجمالي. سيد ملياني، آخر سؤال يعني باختصار، أي جزائري يتساءل كيف ينعكس هذا المؤشر وهذه الزيادة في الدخل الوطني للفرد على حياة المواطن وعلى القدرة الشرائية اللي يشتكي منها في كل مرة؟ نعم، نتفائل خيرا خلال السنة المقبلة بحول الله تعالى أن الجزائر في حالة ما إذا أخذت بعين الاعتبار جزئين أساسيين لسعادة المواطن، وهي انطلاقة الفعلية للعملية الاقتصادية من خلال تفعيل قانون الاستثمار والعقار الاقتصادي الذي هو مسؤول عنه الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من جهة. نعم. والتقليل من هاجس البطالة من جهة أخرى، ومن ثم إعادة النظر بصفة دقيقة في القدرة الشرائية للمواطن، ومن ثم حتى ينعكس هذا المؤشر ينعكس مباشرة على الفرد، ومنه نبدأ نقرأ ما يسمى بالسعادة لدى الفرد، أن هذا المؤشر يصبح سببا في أنه يقع بالسعادة على المواطن، ولا تكون هناك تعاسة وتكون هناك عدالة اجتماعية. نرجو ذلك سيد يزيد ملياني رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، شكرا لك على كل ما قدمته خلال هذا النقاش وعلى تلبية هذه الدعوة.